طلاب صف العاشر to the max for grammar in unit 8. Okay. And modal verbs, the present perfect. Present perfect ايش يعني المضارع التام اللي هو عبارة عن have أو has plus the past participle verb 3. إذن have أو has متى مستخدم have مع جميع الضمائر إلا he و she و it. John he إذن نأخذ has ومع I we و you they نأخذ ايش have. بعدين الفعل بيكون في التصريف الثالث. هذه التركيب الأساسية الفورم. الآن متى بنستخدم الـ present perfect؟ متى بقول أنا I have seen John؟ ماشي. We use the present perfect to express an action that started in the past. إذا حدث بدأ في الماضي and is still going or stopped recently. يا إما ما زال مستمر أو أنه وقف قبل شوي انتهى recently but has an influence on the present بشرط أنه يكون له أثر في المضارع في الحاضر. And it puts emphasis والتركيز بتم على الريزلت. ماشي. الآن الأمثلة اللي هون I have seen John. John has studied Turkish. The children have just eaten lunch. Okay. بدلنا إنه ما في زمن. قلنا إنه ال present perfect بدأ بالماضي. إذا من الفرق بينه وبين ال simple past. The simple past I have seen John. I saw John. بس simple past لازم أحدد فيه زمن. Specified time. I saw John yesterday. أم I have seen John. شفته والله في دليل. إذا عندي أنا influence أثر إنه والله حكى لي إني أسلم عليك. بس أنا العملية تشوف إني رأيته بالأمس. ماشي. ولكن الأثر الآن الريزلت الآن تركيز عليه إنه أنا بحكي لك إنه والله شفت جون وبحكي لك هيك هيك هيك. أوكي. طيب. Note the present perfect cannot be used with specific time. هذا اللي حكيت عنه قبل شوي. إذا لا يمكن استخدام ال present مع وقت محدد. I have eaten pizza at 2 o'clock. X غلط ليش لأن حددنا زمن. أما I have eaten before قبل والله أكلت بيتزا قبل هيك. Okay. That's the present perfect can be used without specific time, the day, the week. Okay. هذه كلها أمثلة على إنه عدم تحديد الزمن مع الـ present perfect. إذا حددنا الزمن بصير عندي أنا إيش present past simple. Okay. Uses of the present perfect. هاي استخدامات متى أنا ممكن أستخدمها لما أحكي عن experience. هاي عندك أمثلة. I think I have seen people eat that much before. يعني I have had the experience. أنا شفت عندي تجربة أنا شفت ناس كثير eat that much. أكل كثير. He has never traveled by rickshaw. He doesn't know what it is like. ما بعرف. إذن ما عنده التجربة هاي. John has studied 2 foreign languages. درس لغتين. She knows that or she knows what it takes and how enjoyable it can be. هي عايشة هاي التجربة فعشان هيك مستمتعة فيها. Okay, change over time. You have grown. تغير بالزمن. You have grown. كنت صغير وصرت كبير. So much over the last 2 years. في آخر سنتين عندك كان نمو واضح. طولت قصرت إلى آخره. In recent years the government has become more interested in arts education. الحكومة اهتمت بتعلم الفنون. Brazil has turned into the world's biggest economic and it previously wasn't. ما كانتش تغيرت صارت has turned. Accomplishment إنجازات. Man has walked on the moon. Scientists have split the atom. I have written a book and published many academic papers. Okay. And finally, for continuing situation. لشيء يعني أحداث مستمرة. I have worked in that company since June. أنا اشتغلت منذ في هذه الشركة منذ جون. يعني في احتمال لساتني أنا مستمر. She has been absent for 2 days. إلها غايبة يومين. أنا في احتمال أنها لساتها موجودة ما غايبة. How long have you lived here? قديش إلك عايش هون؟ معناته هو لسه عايش وأنا بسأل السؤال. المهم هنا بالتركيز أنا أعرف الستركتشر
تبع ال present perfect إنه have أو has the adverb three. ومن ثم أعرف استخداماته، بعض الاستخدامات اللي أخذناها هذول مش ضروري نتقيد في هذه الاستخدامات، ولكن نعرف إنه نفرق بين ال present perfect وال past simple. إنه هون عندي أنا ما في وقت محدد، ما بقدرش أحط yesterday ولا last week، بدي إشي نتيجة إلا مبينة واضحة حاليا. أوكي على بس نفس الشيء اقرا الملاحظة هاي، إنه الفرق بين الهاي والبريزنت بيرفكت والباست سمبل. النوع الثاني اللي هو الباست بيرفكت. الباست بيرفكت عبارة عن باست، قلنا هناك بريزنت اون باست، إذا نخلي الهاف والهاز في الماضي. أوكي اللي هي had زائد verb 3، had زائد verb 3، had زائد verb 3. ماشي، متى نتكلم عن هذا؟ happened in the past نفس الشيء هناك، أو started هذاك started، هذا happened هذا انتهى. at an specific time في وقت أيضا مش محدد ولكن في الماضي، and finished in the past وانتهى. هذاك قد لا يكون present perfect منتهي لأنه إله علاقة بالحاضر. Okay, before another action or a specific time. الآن نقطة مهمة جدا مشان تفرق. عادة الباست بيرفكت بيجي بجملة من جزئين، جزء في الماضي البسيط وجزء في الماضي التام. الآن الحدث اللي حدث قبل ما يصير الحدث الثاني بكون في الايش؟ في الباست بيرفكت اللي هو هاد زائد فيرب 3. يعني مثال، قبل ما اجي على المدرسة افطرت. أي حدث قبل؟ اللي حدث لنا أفطرت. إذا I had taken أو I had had my breakfast. I had taken my breakfast أو I had had my breakfast before I came to school. قبل ما أجي على المدرسة. إذا في الجزء الثاني بيكون simple past والجزء الأول كان عبارة عن past simple. Okay. Examples: when I saw Greg, he had already bought the car. لما شفت غريغ حكينا هاي simple past. He had already bought the car. كان اشترى وخلص. إذا عملت الشراء هاي قبل. فهاي اللي قبل دائما بتكون في الباست perfect. By the time they had finished, they had used all the cement. حط لي خطين تحت by the time. هاي ضرورية تفهمها إنه هاي مرتبطة في الباست perfect. Okay. ونفس الشيء في الجملة الأخيرة by 10 a.m. نفس الشيء مرتبطة هاي في الباست بيرفكت. يعني by زائد past time معناته أنا بتكلم عن past perfect. وزي ما حكينا هون نفس الشيء by the time they had finished. بوقت إنهم خلصوا they had used all the cement. كانوا خلصوا استخدم لي two past perfect هنا. بوقت خلاصهم لهذا كانوا مخلصين مع بعضهم. Okay. The children had eaten by 10 a.m. ممكن استخدمنا هنا ثنتين past perfect، ولكن الأغلب إحنا بنستخدم منها فيها إنه هنا simple past وهنا إيش past perfect. أما هون they happen at the same time. Okay. Note إنه نفس الشيء ما في specified times زي هاي. I had eaten pizza برضو not specified زي present perfect غلط. I had eaten pizza by 2 o'clock. إذا استخدم لي كلمة by زي ما حكيت لك قبل شوي. Past perfect used with past simple زي ما نفس اللي شرحناها هي. شوف الأمثلة هون الموجود عندك. Okay. The past participle of have is had. إذا ما تستغرب شنو عندي أنا had لأنه هي هذه الأولى للباست بيرفكت، وهاد الثاني هي الماضي الفيرب 3 سوري للفعل نفسه هاف. اوكي إذا زي ما حكينا انتبه لي على أو ركز لي على التركيبة تبعت الكومز. باختصار عندنا ثلاث استخدامات إلها. اوكي لأنه أحيانا leads to confusion. اقرأ الأمثلة هاي ممتعة جدا، انه كيف ممكن انا اعطي معنى completely different لما احط الفاصل في مكان غير مناسب. مثلا هاي المثال اخذ مثال بس
when hunting lions, hide in the bushes. شو ممكن نفهمه هنا? When hunting lions, عندما عند صيد الأسود. Hide in the bushes. اختبئ وراء الأشجار. عند صيد الأسود. يعني أنت اللي بتصيد أسود قاعد. ولكن شو الجملة هنا نفس الشيء نفس الجملة هاي. ولكن غير موقع الفاصلة. When hunting, عند الصيد, lions hide in the bushes. شوف وين حتى كانت هون صارت هون. صار اختلف المعنى. عند الصيد الأسود نفسها تختبئ في وراء الأشجار. ماشي؟ ولكن هناك عند صيد الأسود اختلف المعنى كامل. وشوف الأمثلة اللي معك هنا. أوكي؟ نستخدم الفاصلة أيضا لما نساوي list. List of adjectives, list of things, list. يعني بنذكر أشياء وراء بعض. أوكي؟ زي اللي استخدمناهم بالفاصلة. أوكي؟ He can أو he eat cereal, eggs, toast and tea. أوكي؟ حتى هنا في ملاحظات على الفاصلة اللي قبل الآن. يجوز استخدامها يجوز عدم استخدامها. أوكي؟ إذن هاي الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني في الأدفيربال فريزز اللي هم إيش؟ ظروف. أوكي؟ أشباه أو جمل ظرفية أو شبه جملة ظرفية. أوكي؟ When the adverb phrase comes at the beginning of the sentence, it is followed by a comma. لما نحط الظرف الزمان هذا في بداية الجملة بنفصله بفاصلة. هاي مثال. I eat my lunch on my way home from school. هاي on my way home from school is adverbial phrase. ظرف أو شبه جملة ظرفية. في طريقي للمدرسة. إيش سويت? I ate my lunch. بس هون لأنها جت بالجزء الثاني ما حطينا فاصلة. شوف لو حطيناها بالبداية إذا لازم نفصلها فاصلة. On my way home from school I eat my lunch. Okay. It rains very heavily. Sometimes it rains very heavily. أظني واضحة. Okay. في البرانثيتيكال اللي هي إيش أشبه الجمل المعترضة. معترضة يعني هي زي التعريفية وضعت بس للتعريف أو للتوضيح side notes كملاحظة جانبية. أوكي شوف المثال. هنري الجملة لحالها مكتملة. ابعد لي عن الفواصل. هنري is an excellent خلص شيف. هنري is an excellent chef. هنري هو طاهي ممتاز. If he doesn't mind me saying this, إذا ما عنده مانع أن أحكي له هالكلام هذا إنه he is an excellent. هاي إذا جملة معترضة يعني دخلت بس توضيحية إيضاحية. The king, okay, refused to give up. رفض أن يستسلم. A noble and generous man who cares for his people. الرجل الشجاع النبيل الذي يهتم بشعبه. هاي كلها إضافية. Okay. My brother is a really good surfer, which really impresses people. وهذا بأثر أو أعطى انطباع جيد عند الناس. ما ليش في هاي جملة إيش اعتراضية إضافية أعطتني معلومات زيادة. That's it for the grammar in Unit 8.